السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هتكلم على البوست اللي كنت اتكلمت عليه بخصوص السؤال بتاع الانترفيو، واللي هو هنا بيتكلم على ان انا محتاج ديفلوب اي كوميرس ابلكيشن اللي الكاستمر بي كان بليس اوردرز، والاوردر بروسيسنج هنا شغال بيبقى فيه مجموعة من الستبس زي الاوردر بليسمنت، بيمنت بروسيسنج، واوردر shipment. each step has its own corresponding status. وانا محتاج ان انا اديزاين الداتابيز عشان اقدر امانج ذيس status والستبس. وبالتالي انا بقول لك هو ازاي تصمم، الغرض من السؤال هو ازاي تصمم الداتابيز اللي هتقدر تعمل utilize وتراك الستاتس اند البروجريشن اوف ذا الاوردر as it goes through the various workflow steps, and also keep in mind that any change to the status or steps will be dynamic without changing any code. فدايما بقول لك هنا خلي الرسم بالاجابه، الاجابه قصدي بالرسم، ولو في تكست تبقى منظم. انا محتاج، انا شرحت لك هنا من فوق ان انا عندي ان الكاستمر هي بليس اوردر، وفي مجموعه من الستبس زي order placement, payment processing و order shipment. فأول حاجة بتيجي في دماغي عشان أجاوب على سؤال زي ده إن أنا محتاج إن أنا أفكر أصلا في الفلو بتاع الـ order processing. أنا يمكن في الجملة دي قلت لك الفلو، تمام؟ بعد كده قلت لك خلي بالك إن كل step ليها its own correspondence status. يعني لما أجي أقول لك order placement فهنا في status مثلا pending، payment processing فهنا مثلا اقدر اقول هنا لسه هنا البيندنج بيمنت، لما البيمنت يخلص يبقى انا received payment، فانا اقدر اقول لك هنا created order او order created. بعد كده مثلا عندي هنا مثلا ولا حاجه موضوع اللي هو بعد ما الراجل دفع وبقول عليه تمام، ممكن اقول لك هنا ان هو حصل له مثلا order in progress. لو الاوردر بيستلم وتمام بعمل هنا اوردر شيبمنت، او انا بقول اوردر شيبمنت قبل ما توصل حصل ان هو استلم وكل حاجه يبقى هنا اوردر كريتد، تمام. فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي لازم اخلي بالي، عشان كده حبيت ابتدي معاك بان انا ارسم الاوردر بروسيسنج فلو. ادي الكاستمر وده السيستم بتاعنا وادي الوير هاوس. فانا عملت بليس اوردر على السيستم، هعمل بعض الفاليديشنز، هبدا اتشيك ان البرودكتس دي اوريدي اصلا موجوده في الوير هاوس بتاعي ولا لا. بعد كده بعمل عمليه البيمنت بتاعي او بيمنت بروسيسنج. ففي الحاله دي كل ده انا لسه هنا بيندنج ستيت او بيندنج ستاتس او اوردر بيندنج، لسه مجرد ما عملت البيمنت ريسيفد والحاجه تمام اقدر ان انا كاستمر كونفيرم البيمنت. في الحالة دي أنا بعمل هنا أوردر، أو بقول إن الأوردر كرييتد أو إن الأوردر تم فعليا، تمام. أنا عندي هنا في بيندنج ستيت، في بيندنج بيمنت، بيمنت ريسيفد، شوف كذا إيه ستيت. أنا بس قسمت الدنيا إن أنا عندي بس ثلاثة ستيت، لكن عشان كده أقول لك لما أجي أقول لك بعمله ديناميك، فأنت إزاي تضيف الستبس بتاعتك في الورك فلو البسيط اللي إحنا نعمله بإن هو يأكسبت إني حاجة لو ما عنديش اي بزنس لوجيك، مجرد ان انا عندي بس ابديت اوردر ستاتس بس، يبقى الموضوع ديناميك. لو في اي كاستم بزنس لوجيك اكيد هيبقى ليه تشينج كود، تمام. بعد ما اخلص الاوردر كريتد عملت انا هنا ايه تشيب للاوردر، فالستيت بتاعته اتغيرت. بعد كده راح على الكاستمر، تمام. الكاستمر مجرد ما عمل يكونفيرم الريسيت بتاعه وخده يبقى بعمل اوردر هنا ايه كومبليت. ده شكل الاوردر بروسيسنج زي ما انت شايف قدامك اهو، حاجه بسيطه. بس انا حبيت اقول لك ان احنا لو حبينا نضيف مجموعه من الستبس زياده مجرد اللي تشينج في الاوردر ستيتس، يبقى الموضوع بالنسبه لي مش محتاج اي تشينج في كود، بالعكس يبقى الموضوع مور دايناميك. لكن لو في كاستم لوجيك انت عايز تعمله يبقى في الحاله دي هتحتاج انك تعدل ايه في الكود. نيجي نشوف الداتا بيز. انا قلت لك ان انا عندي هنا تيبل اوردر،
في الاوردر اي دي والكاستم كاستمر اوردر اي دي وفي الستاتس ايه اي دي. ده يعتبر الكاستمرز خلاص. ده الستاتس هنا عندي هنا الستاتس اي دي وادي الستاتس نيم. طبعا ممكن تضيف الستاتس ديسكربشن براحتك زي ما انت ايه عايز. انا بفضل مش الستاتس اي دي قد ما تبقى الستاتس كود، ولكن عشان بس اكون انا لما ابص الاوردر اكون عارف انه في انهي ستيب، ما احتاجش ان انا اروح اعمل جوين. فاحيانا دي بتفيد اكتر. تمام، واخد بالك ازاي؟ ده طبعا هنا بالنسبه لنا هنا موضوع الستاتس. نيجي بقى هنا في الحاجتين المهمين جدا، ايه هو الورك فلو ستيبس وايه هو الستاتس ستيب ميم. الورك فلو ستيبس ده بيقول لك ان انا بيكون عندي ستيب اي دي، فيها ستيب نيم، فيها ستيت او ستيب ديسكريبشن، فيها النكست ستيب. يعني اول مره هو كان في البندنج، تمام. النكست ستيب هيبقى مثلا عندي بندنج بيمنت او ان بروجرس ستيت، واخد بالك ازاي؟ فانت هنا مجرد ما يكون عندك في الاوردر انت عارف ان هو هنا بندنج، فانت اوريدي ممكن تعرف هي ايه النكست ستيت اللي او النكست ستيب اللي على اساسها هيكون عندك هنا الستيت. طب المابنج بقى ما بين الستيتس وما بين ده هنا، انا هنا جبت هنا الستيب اي دي بتاعتي وعارف النكست ستيب وعارف الستيتس. في عندي ربط ما بين الستيتس وما بين ايه الستيب، يعني بقول ان في حاله البندنج هي مرتبطه بانهي ستيب. فمجرد ما عرفت النكست ستيب اقدر اعرف النكست، اقدر اعرف المقابل ليها او المابنج ليها من الستيتس. فلو هو هنا لو بنقول ستيب واحد فانا المقابل ليها ستيتس اي دي بندنج، ستيب اثنين المقابل ليها ان بروجرس، ستيب ثلاثه المقابل ليها كومبليت. طب انا حبيت اضيف ستيب جديده، كل ما عليا ان انا يكون عندي ايه؟ اضيف الستيب هنا واضيف الستيتس هنا واعمل المابنج. كلها عباره عن سكريبت داتا بيز بدون تشينج في كود. دلوقتي ده جزء الديناميك اللي انا كنت بقول لك عليه، انا هنا بضيف تشينج كانه هنا سكريبتات ممكن اعمله اون ذا فلاي عادي جدا لو انا ما عنديش اي كاستم بزنس لوجيك محتاج تشينج او محتاج اعمله. تمام، هتقول لي طب انا عايز هنا فين التراك بتاع انت؟ اقول لك بقى جميل، اوردر هيستوري. الاوردر هيستوري ده المفروض يكون عندي تيبل، انا ما رضيتش احطه هنا عشان بس عايز اوضح لك الفرق او ايه هو اليوتيلايزيشن بتاع الفلو ستيبس مع الستاس والستاس مابي. الاوردر هيستوري ده هنا معناه انك بتحط هيستوري لكل مين؟ لكل تشينج بيحصل في الاوردر. يعني مثلا كان اول مره كان بيندنج، بعد كده حصل له بقى بيندنج بيمنت، بعد كده حصل له بقى بيمنت ريسيف، بعد كده بقى كريت اوردر، بعد كده بقى ان بروجرس، بعد كده بقى شيب، بعد كده يعني كل تشينج في الستيت او في الستاتس بتبدا تعمله هيستوري. وبالتالي هنا الاوردر هنا ممكن يكون له كاوردر واحد ممكن يكون مثلا له 7 أو 8 هيستوري موجودين. طب ده احنا بنعمله ليه؟ عشان ابقى اتراك الاوردرز. ممكن يكون انا بعمل اناليتكس على موضوع الاوردرز ده عشان اشوف هو بيقف في انهي ستيت، ايه المشكله اللي عندي. فيهمني يكون عندي في حاجه اسمها هنا ايه؟ اوردر هيستوري. الاوردر هيستوري ده يبقى تيبل عادي جدا موجود في الداتا اللي انا محتاج اضيفها، اوردر اي دي، كاستمر اي دي، مش عارف. لان ممكن نستفيد من اوردر الكاستمر ان انا اقول له والله ابعت للكاستمر اقول له انت الاوردر بتاعك واقف ليه؟ محتاج ايه؟ تعمل ايه؟ نساعدك. خد بالك ازاي؟ فتقدر ان انت تظبط حاجه بالشكل ده. الحاجه الثانيه كمان ان انا عشان امبلمنت الاوردر هيستوري بدون تشينج حتى في الكود، انا ممكن في الاخر بفاير ايفنت مع كل ستيت بيحصل معايا الاوردر اوبجكت، معايا النيو ستيت، معايا الاولد ستيت، بقدر افاير ايفنت. الايفنت ده كاني بعمل ايفنت دريفن، واخد بالك ازاي؟ بيدخل الداتا في التراك هيستوري بعيد عن اي حاجه. فحتى لو ضفت ستيب جديده، ضفت ستيب جديده، هو كده الايفنت ايه هيشتغل لو انا ما عنديش اي تشينج في اي حاجه. وبالتالي بناء على ده انا اقدر ان انا استفيد اعمل حاجه بالشكل ده تكون ديناميك. واي كاستم بزنس لوجيك هيبقى فيها تشينج لو انا احتجتها. طب ما عنديش كاستم بزنس لوجيك، المفروض الموضوع بتاعي يمشي هنا ايه؟ بشكل ما فيش فيه اي تشينج ولا فيه اي ايه؟ حاجه. الكلام ده عشان اقدر استخدم او اعرف ايه افضل، مش افضل يعني، من الحاجات الكويسه اللي تقدر تفيدني في موضوع الامبلمنتيشن مثلا ككود سواء جافا سواء اي حاجه. فانا بقدر ان انا اعمل الكلام ده عن طريق ما يسمى بالستيت باترن او الستيت ماشين. تمام،
ده عبارة عن ستيت، انا في تشينج في الستيت ده من بيحصل، يبقى انا هنا بتكلم على بيهيفيور ديزاين باترن، في تشينج في البيهيفيور، وده بيألاو الاوبجكت ان هو يالتر اتس بيهيفيور لما الانترنال ستيتس بتاعته يحصل لها هنا ايه تشينج. طيب عشان امبلمنت ده انا جايب لك امبلمنتيشن بسيط، لكن طبعا انت ممكن تعمله جنراليزيشن بحيث ان هو ياكسبت اي حاجه. تمام. انا عندي اربع حاجات بعملهم، ازاي ادفاين الاوردر status state، ما زي pending in progress complete. انا جايب لك example بسيط عشان تكون فاهم بس ال state pattern ده بيشتغل ازاي، او ما يطلق عليه برضه بالستيت ايه ماشيين. تمام. بعد كده عشان define state بكتب هنا interface فيه كل ال define بتاع ال states بتاعتي، مثلا دي عبارة عن مجموعة من ال functions وده interface. تمام. بعد كده هدفاين الكونتكست بتاعي، ايه هو الدومين بتاعي؟ الدومين بتاعي هو الاوردر، فادي هنا الاوردر بتاعي هو الكلاس بتاعه الكونتكست كلاس بتاعتي. تمام. عندي هنا ده الانيشاليزيشن بتاعي ببيندنج ستيت، بعد كده بحط سيت ستيت وبروسيس بيمنت. بعد كده ببدا اتكلم على موضوع امبلمنت الستيت انترفيس، ان انا قلت لك عندي هنا بروسيس بيمنت بريبير اوردر كومبليت. خلي بالك هنا دول مربوطين بالشكل ده، لان لو انا عايز اعمل كاستم لوجيك واخد بالك، فاضطريت ان انا اعمل هنا ايه اوردر بيندنج ستيت بي امبلمنت اوردر ستيت، اوردر ان بروجريس ستيت بي امبلمنت اوردر ستيت، اوردر شيب ستيت بي امبلمنت اوردر ستيت، كل واحد بي امبلمنت ايه البيزنس لوجيك بتاعي. تمام. بعد كده ببدا اعمل ترانزيشن بتوين الستيتس، زي ما انت شايف كده ايه، بقول الاوردر بيساوي اوردر، وادي اوردر دوت بروسيس بيمنت، هتلاقي الاوردر دوت بروسيس بيمنت هي بيسيت البروسيس بيمنت بالشكل ده، الديفولت بتاعها في الاول ستيت خالص بيبقى بيندنج، بعد كده يبدا يعمل هنا ايه امبلمنت بريبير الاوردر عشان ايه حصل هنا ترانزيشن تو ان بروجريس ستيت، بعد كده كونتينيو ان بروجريس ستيت ايه. لو انا ما عنديش اي لوجيك او فاصل اللوجيك بشكل ما، ان ما عنديش اي حاجه مجرد تشينج في الستيتس، مثلا لو انا بروس بيمنت لازم يكون عندي فيها بيزنس لوجيك، لازم يكون عندي في البيمنت بيزنس، لكن احيانا ممكن يكون في ستيتس ما فيهاش بيزنس لوجيك. تمام. فطبيعي ان انا اقدر اعمل حاجه بالشكل ايه ده كده. ده كان باختصار ان انا حتى كامبلمنتيشن كجافا ازاي اعمل له امبلمنت بالستيت باترن او الستيت ماشين او البيهيفير ديزاين باترن بالشكل ده، ده يعتبر افضل حاجه موجوده. طبعا مشكورا لكل الشباب اللي جاوبت في الكومنتات، بسم الله ما شاء الله الناس كلها جاوبت بطريقه كويسه جدا، تفكير كويس، انا مبسوط بيه الصراحه. تمام. طبعا زي ما انت شايف هنا احنا يعتبر هنا الجزء الديناميك بتاعنا تم بطريقه سهله، لو ما فيش اي كاستم، انا وضحت ده ان لو ما فيش اي كاستم لوجيك هيبقى الموضوع ديناميك اكتر، لان ممكن في الاخر انا في الاخر بابديت اوردر ستيتس بس مش فارق معايا اي بزنس لوجيك انا محتاجه دلوقتي، ده لو انا بعمل ده في حاجات هيبقى ما فيهاش بزنس لوجيك وفي حاجات هيبقى فيها بزنس لوجيك، واخد بالك ازاي؟ فده مهم. ففي الحاله دي انا ممكن ببقى ابديت الستيتس وابعت له هنا النيو ستيت او نيو ستيتس زي ما انا عايز بدون اي حاجه، واخد بالك ازاي؟ مش عايز طبعا اعمل تعقيدات، وان انا ممكن الاقي نفسي ان الورك فلو ستيبس اضيف منها فيها الفانكشن اللي بين بتنادي ايه، واعمل ريفليكشن عشان اجيب اسم الفانكشن في انهي كلاس. لا انا مش حابب اعمل التعقيدات دي كلها، بان انا اكتب مع كل ورك فلو ستيبس مين الفانكشن اللي بيعملها امبلمنت، واخد بالك ازاي؟ او محتاج ابص ايه الفانكشن عشان تبدا تشوف، يعني خد بالك انا ممكن في الاخر اكون عامل هنا ايه؟ هي فانكشن واحده وبتعمل كله. تمام؟ بس مش عايزين كده، احنا عايزين نحافظ على السوليد برنسبل، وكمان نخلي الكود بتاعنا يكون ايه كلين، فمش عايزين نخش في دايناميك قوي، عايزين تبقى موضوع سيمبل زي ما انت شايفه كده. انا في الاخر تو تيبلز اتضافوا، اغلب التلات تيبلز بقوا موجودين، وادي هنا التو تيبلز اهوت الستاتس والورك فلو ستيبس والستاتس ستيب مابنج زي ما انت شايف كده. طبعا هنا الاي دي خلاص، انا اوريدي بما ان انا عارف ايه هي النكست ستيب اللي معايا، فانا اوريدي عرفت الستاتس ايه اي دي. وادي هنا شكل الورك فلو او الاوردر بروسيسنج فلو ماشي ازاي. لو ده واضح بالنسبه لك هتقدر تعمل ده، لان كان غرض من السؤال انت تعمل الاثنين دول ودول، ده كان سؤال انترفيو مهم جدا عشان نشوف الشخص اللي معانا فاهم، و
عارف يقدر يمانج حاجه زي دي ازاي؟ اما موضوع الاستيت طبعا خلي بالك ممكن يجي لك سؤال ازاي تيمبلمنت ده باي ديزاين باترن، وبتشرحهم وبتقول الدنيا ماشيه ازاي. فانا حبيت اجيب لك مثال بالديزاين باترن ماشي ازاي على اساس ان انت تبقى عارف الدنيا بالنسبه لك ماشيه ازاي. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاع الانترفيو ده، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.